السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أهلا وسهلا بكم وحلقة جديدة من برنامجنا الكنز المفقود. النهاردة 25 رمضان، قربنا من ليلة 27 ليلة القدر كما يعني بيقول كثير من العلماء، وحتى احنا قربنا من رمضان يخلص، وإنما الأعمال بالخواتيم. وإحنا عايز أفكركم إن الكنز المفقود هي رؤية الله بالقلب قبل كل شيء وفي كل شيء وبعد كل شيء، لأن ربنا سبحانه وتعالى ظهر في الكون كما يقول أهل العلم ظهور صفات، فظهر المنعم وظهر الرزاق، ظهر رزقه ونعمته وحكمته، كل صفة من صفات ربنا. كل ما عينك تقع على حاجة لازم تشوف صفة لله سبحانه وتعالى، وظهر لطفه الخفي العناية بينا من قبل ما يخلقنا، أن خلقنا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. والعلماء على فكرة قالوا كده، قالوا لله 99، ده حديث النبي، لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. قالوا من أحصاها مش بس حفظها، انت ممكن تحفظ أسماء الله الحسنى في ساعة، من أحصاها يعني عبد الله بها، رآها، حس بها، شافها بقلبه. مش هنشوف ربنا في الدنيا، هنشوفه في الجنة، لكن هنشوفه بقلوبنا في الدنيا ونعيش معاه، نعيش مع الخالق، نعيش مع المخلوقات، نعيش مع الرزاق، مش نعيش مع كل واحد نبقى فاكرينه بينفعنا وبيضرنا. يلا نعيش مع ربنا الكنز المفقود، ان احنا نفقد ان نعيش مع الخالق في الدنيا دي، فنعيش في سجن الدنيا وسجن شهواتنا. اما اللي لقى الكنز وجد ربه كما قال سيدنا علي بن ابي طالب، ماذا فقد من وجد الله وماذا وجد من فقد الله. كنز النهارده هي الحاجة اللي هتخلينا نحس بربنا في كل حاجة، ونشوف ربنا في كل حاجة، ونستحضر عظمة ربنا في كل عبادة. كنز النهاردة هو من أغلى كنوز برنامجنا. حلقة النهاردة محتاجة استعانة بالله واستعاذة بالله من الشيطان الرجيم، وصلاة على النبي الأول كده، اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد، اللهم افتح لنا، اللهم افتح لنا، اللهم افتح لنا، لأن الكنز ده أنا هسيبه معاكم، وأنا كمان هاخده معايا. الكنز ده هو اللي لو عشنا بيه هنشوف ربنا في كل شيء بقلوبنا. كنز النهاردة هو كنز الذكر. كل مرة بقول لكم يا جماعة عايزين نشوف ربنا في كل حاجة، المرة دي هي عبادة، عبادة معينة، معينة ان احنا نشوف ربنا في كل حاجة بقلوبنا. كنز النهاردة حاجة علمها لنا النبي وربنا أمرنا بيها في القرآن علشان نحصل على الكنز المفقود. قال صلى الله عليه وسلم، قال الله: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه حين يذكرني، فمن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ، بيتكلم على ربنا قدام الناس زي ما احنا قاعدين بنتكلم على ربنا كده، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. يلا نبدأ مع بعض أحلى وأقصر رحلة لان احنا نلاقي الكنز المفقود رؤية الله، اقصر رحلة الذكر. واسهل عبادة تعملها تملى قلبك بالله هي الذكر. اصل خد بالك الذكر ده عبادة بتحشي القلب بالقرب من ربنا سبحانه وتعالى، وبتطرد كل حاجة من القلب سوى الله. فعلى قدر كثرة ذكرك لله، على قدر امتلاء القلب بالله وطرد الدنيا، وعلى قدر الغفلة عن ذكر ربنا سبحانه وتعالى، على قدر امتلاء القلب بالحاجة اللي العينين والودان بتسمعها. تعالوا نتفق على قاعدة يا جماعة. القاعدة إن القلب ده هو الملك. هذا الملك بيستوعب اللي الأجهزة والجنود والقنوات بتوصلها له. العين بتوصل القلب بتحشيه، والودان بتوصل القلب وتحشيه. يبقى القلب محشي بالآثار، الآثار عن المخلوقات. كل ما أشوف عربية حلوة أبقى بفكر فيها، شوف جزمة حلوة أبقى بصلي وفي قلبي جزمة نفسي أشتريها، وربنا شايف قلبي وأنا بفكر في الحزام والجزمة، أبقى لسه بتفرج على حاجة في التلفزيون أبقى بصلي ومستحضر حاجة في التلفزيون كانت بتتعرض قدامي، وربنا يرى في قلبي الحاجات دي. واحد تاني: من الذاكرين الله كثيرا. الذكر مش عبادة، الذكر حياة. حياة يا جماعة، مش مجرد لو أنا طالع من البيت اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل
او اظلم او اظلم او اجهل او يجهل علي، دي بدايه خروجي من البيت. وده اللي النبي علمه لنا، دي بدايه ده اسمه ذكر الحال، ذكر الخروج من البيت كده، في ذكر وانا بلبس الذكر وانا بقلع ذكر وانا داخل الحمام، وانت داخل الحمام بنذكر ربنا سبحانه وتعالى. كان النبي اذا دخل الخلاء الحمام يعني، قال بسم الله اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث، بنذكر في كل حته علشان نطرد الصور اللي العين بتشوفها لغاية ما يحصل حاجة في القلب هي أجمل حاجة ممكن تحصل لبني آدم، إن يعني تشوف، فالعين تبعت رسالة عن الخالق مش عن المخلوق، فتشوف النعمة من كتر ما القلب محشي بالذكر تبعت رسالة عن النعمة لا عن المنعم. فتلاقي واحد يشوف عربيته فيتكبر، عربيتي، واحد تاني يشوف عربيته فينكسر، المنعم اللي اديها لي. واحد يشوف الكرسي اللي بيقعد عليه في الشغل فيقول انا صاحب المش عارف ايه، والتاني يشوف الكرسي ده يقول يا ما انت كريم يا رب، انا كنت فين وبقيت فين. العين دي شافت والعين دي شافت، القلب ده مليان ذكر، اللسان ده مليان ذكر، فغصب عنه لما العين شافت خلاص. درجة ان بعض الصالحين زمان من كتر ما بيذكر ربنا كتير كان يعدي، والكلام ده يا جماعه من 1000 سنة مثلا، تقرا في كتب الصالحين كده زمان، كان برضو كان في اغاني بحبك مشتاق لك نفسي اقرب لك، بيحبوا بعض الرجاله والستات، كان يبقى معدي في حته يلاقي الناس بيعزفوا وبيغنوا فيسمع بحبك فيعيط، بتعيط ليه؟ انت واحد بيقول لواحده انا بحبك، ايوه ما هو الحب بالنسبه له يمثل حب واحد، فاول ما سمع حد بيقول مشتاق لك افتكر الشوق الى الله بقى ده، وطبعا مش راح يسمع، راح يسمع بحبك يقول لك انا بسمع عشان ربنا، لا هو غصب عنه في سوبر ماركت ولا حاجه سمع ولا حاجه، فهو بيسمع غصب عنه ودانه دخلت له حب ربنا، فاصبح الحاجه اللي بتضل الناس لو اتفرضت عليه غصب عنه تلاقيها بتفكره بربنا، اصبح الحاجه اللي بتشغل الناس عن ربنا بتفكره بربنا، اصبح يشوف الكون فما يقولش مثلا ده الطبيعه ويقول الله سبحانه وتعالى من كتر الذكر. سيدنا بلال كان واقف بيتفرج على سباق خيل، فواحد معدي قال له من الذي سبق؟ قال سبق المقربون. قال انا مش بسألك في الدين دلوقتي، انا بقول لك من الذي سبق، مين الحصان اللي كسب، مين الفارس اللي كسب، فانت بتقولي سبق المقربون، انا مش عايز حاجة، سلام عليكم، امشي الزائين الطريق. فاشار الى السماء وقال من هنا. ده مش معانا ده ولا ايه؟ مش معانا ده، واقف في السباق بيتفرج على الحصانه بتجري ويفتكر وفي ذلك فليتنافس المتنافسون انهم كانوا يسارعون في الخيرات. ايه اللي خلى عينه تشوف حاجه وقلبه يجبر العين انها ما تشوفش غير ربنا والسباق الى الله؟ الذكر. علشان كده يا جماعه انا بصلي ومش حاسس بربنا في الصلاه، واقف بين ايديه اقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، مخنوق وطالع من الصلاة مخنوق وداخل الصلاة كسلان. فما تقوليش ان واحد يا جماعة واقف في الصلاة وهو المفروض يكون قريب ربنا هو بعيد قوي، ما تقوليش ده، ما يقلقش على قلبه، من بعد بقلبه لم ينتفع بقربه، مش شان ساجد وقريب لربنا يبقى هينتفع، قد لا ينتفع لانه بعد بقلبه فقربه ما بقاش لي لازمة، هم قالوا كده من بعد بقلبه لم ينتفع بقربه، فتيجي بقى نقرب بقلوبنا عشان لما نسجد احس بربنا، ولما اقول سبحان ربي العظيم تغير قلبي، ده انا بقول الله بقى، كلمه الله دي لو نزلت على جبل، لو انزلنا هذا القران على جبل لرايته خاشعا متصدعا، جبل ما بيعصيش، ما فيش على قلبه تراب. الذكر ده يا جماعه علاج القلب، عشان كده قالوا ان الذكر ده عامل زي واحد بينظف لبسه على طول فجاهز على طول يقابل الملك، ما فيش في جزمته طينه فلما يجي على عتبة الباب يلاقوا جزمته فيها طينة ما يدخلوهوش ولا يدخلوها، على طول بيشيل التراب بس من على قلبه فجاهز لاستقبال الملك أو الدخول على الملك. ولله المثل الأعلى. عارف لما تكون تحب واحد قوي فالتليفون يرن فتتمنى يكون هو، أو يجيلك مسج رسالة على التليفون تبقى بتفتحها بسرعة يا رب يكون هو، أنت غصب عنك قلبك مشغول بيه، فأي حاجة حصلت هو اللي بيذكر كده مع ربنا، اللي بيذكر كده من كتر ما انشغل بربنا في شغله بيزنس بتاعه، عمال بيشيل ويحط ويكتب على الكمبيوتر وقلبه معلق بالله،
بيبدأ بالصلاة على النبي وينتهي بالحمد لله، بيبدأ ببسم الله وينتهي بالصلاة على رسول الله، ومش في الشغل عمال يدوس على فلان وعمال يدي مش عارف زومبا في فلان، لا ده قلبه متعلق بربنا، ربنا أخضع لكل حاجة ليه هو سبحانه وتعالى، خلى قلبه خاضع للذكر ولربنا في كل حاجة بسبب كثرة ذكره، فبقاش بيدي في الشغل اللي بيعمل مصايب في فلان عشان أترقى على حسابه، ولا بقى مشغول عن ربنا فبقى الشغل كده كله غفلة وكله كده إتقان لحاجات حلوة في الدنيا، لكن في الآخر قلبه قاسي والأذان بيأذن ومش عايز ينزل، لغاية ما ألف دين جديد اسمه أن العمل أهم من الصلاة، وكأن النبي ما علمناش حاجة صلى الله عليه وسلم. أيوة العمل عبادة، لكن صلاة الفرض أهم من العمل، ومفيش أصغر طالب علم يعرف أن الصلاة أهم من العمل. سيب الشغل، زي ما بنقول لك لو صاحب العمل قال لك ما تصليش السنة ما تصليهاش عشان العمل أهم من السنة، زي ما بنقول خسارة لا بركة في رزق يلهي عن الصلاة. فتخيل لو الواحد حتى عصى وهو بيذكر، أصل واحد بيذكر كتير، ما هو بني آدم ممكن يعصي، شتان ما بين بني آدم بيشتغل وبيذكر، وما بين بني آدم بيعصي وبيذكر، وما بين بني آدم بيصلي وبيذكر، ما بين بني آدم جات له نعمة وهو بيذكر عن اللي ما بيذكرش. هو بيشتغل مركز وبيحب الناس وبيكرم الناس وبيساعد الناس وربنا راضي حتى لما يعصي. اللي بيذكر يا جماعة وتقع منه معصية ضميره بيأنبه قوي، لو كذب بس هو ذاكر ضميره يأنبه، مش يتعود على الكذب فيروح عند ربنا اسمه الكذاب حتى يكتب عند الله كذابا. لو شاف منظر حرام تلاقيه ضميره يأنبه لأنه بيذكر، قلبه مشبع بربنا سبحانه وتعالى، حب ربنا عز وجل. لو زعق في أهله ولا برق كده يحس أنه غلط عمل مصيبة يرجع بسرعة بسبب أنه من الذاكرين، يخش يصلي لا يرى إلا فضل الله عليه بسبب أنه من الذاكرين، فربنا اداله حلاوة كل حاجة، بدل ما يبقى عمال بيصلي ويبقى متكبر أنه بيصلي وأنه بيعبد ربنا وأنها اتحجبت وأنه من أهل القرآن، فتلاقيه كده نافش ريش عشان من أهل القرآن، هو بيذكر كتير، فتلاقيه كل طاعة بتزيده خضوع لله فينتفع بالطاعة وينتفع بالمعصية يقرب أكتر من ربنا لما يتوب منها، وينتفع بالنعمة يبقى شاكر عطيه، يشوف المنعم قبل النعمة فيزداد انكسارا وعبودية لله. الذكر حسبكم تذكر ربنا بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. نتقابل بعد الفاصل إن شاء الله. كنز المفقود أن ترى الله بقلبك، ترى المنعم قبل النعمة، ترى الحكيم قبل البلاء وفي البلاء وبعد البلاء، والنعمة ترى المنعم قبلها وبعدها وفيها، ترى الرزاق، ترى يد الله هي التي توزع على الأرض، يد الله ملأ سحاء، مش مديري ولا صاحب الشغل، الله سبحانه وتعالى، فتنشغل به سبحانه وتعالى. وأكتر ما يشغل بالله إن إحنا نذكره كتير. خد بالك إن أعدائك لن يصلوا إليك إلا بعد ما أنت اديتهم الفرصة، أنت قائد أعدائك إليك، أنت اللي فتحت لهم صدرك. لم ينتصر عليك أعدائك إلا بعد ما أنت تخليت على من عن من يحفظك. ربنا الحافظ سبحانه وتعالى، أنا تخليت عن القرب منه، سبت الذكر. قالوا إن الدنيا دي بنت إبليس، بنت الشيطان، بيبعتها لأي واحد عايز يسيطر عليه، إنه يقرب منها، إنه يحبها. وخد بالك زي ما هي بنت الشيطان، لو أنت اتجوزتها وقربت منها وعشت فيها بقلبك وحبيتها بقلبك حماك الشيطان، هيحب يجي يزورك كتير، هيحب يبقى قاعد معاك كتير، قاعد معاك في الشغل، خليك انتهازي وتكذب عشان المصلحة وعشان الشغل عشان البضاعة، يقعد في البيت فيخلي البيت كل واحد بيدور على حقوقه وما بيدورش على واجباته، ونتخانق لأقل سبب عشان الشيطان موجود، ونكيد لبعض ونزعق في بعض، يبقى جوه الطاعة الشيطان، مالينا كبر بالطاعة ومالينا غفلة بالطاعة، لأن أنا متجوز بنته اللي هي الدنيا فمش سايبني. لكن لو طلقتها عمري ما هشوفه تاني، عشان كده ما تستغربش لما سيدنا علي بن أبي طالب يقول يا دنيا غري غيري قد طلقتك ثلاثا، ما ترميش مني تاني، انت والقائد بتاعك ابليس، اقصد المعاصي الدنيا يعني. فخد بالك، خد بالك ان الذكر بيطرد الدنيا من القلب، وقبل ما يطرد الدنيا بيطرد اللي هو ابو الدنيا اللي هو ابليس، بيطرد حماك الاول اللي هو لو الواحد حب الدنيا يذكر يطرد ابليس، ويطرد معاه الدنيا اللي مش عشعة في القلب دي. إلهي لا يحلو الليل إلا بمناجاتك ذكر وصلاة، ولا يحلو النهار إلا بخدمة عبادك، وده ذكر برضه،
اوعى تفتكر ان الذكر بس وان كان ده الاصل وده اصلا وصيه النهارده، ان احنا نكون بنقول لا اله الا الله كتير ونصلي على النبي كتير ونقول سبحان الله كتير ونستغفر استغفر الله العظيم كتير ونسبح كتير وسبحان الله بحمده سبحان الله العظيم وسبحان الله وسبحان الله بحمده. هنتفق على اذكار ان شاء الله، ده الاصل. بس كل شيء مرتبط بالله اسمه الذكر، كل حاجه مرتبطه بالله اسمها الذكر. فالدنيا تبقى حلوه وانا بصلي بالليل بين ايدين ربنا، والنهار يبقى حلو وانا بخدم العبيد وبشتغل. علشان كده هم قالوا ان القلوب ثلاث انواع: قلب حي يقظان، القلب جاهز مليان ذكر مليان قرب من ربنا سبحانه وتعالى، فجاهز لاستقبال رسائل ربنا. صح لو اتقال له افعل مش محتاج يفوق من النوم، هو مين اللي بيتكلم؟ لا، اول ما العين تشوف حاجه القلب يسيطر عليها يقول ربنا سبحانه وتعالى هو اللي اكرمنا بالحاجه دي، هو اللي عمل الحاجه دي، صنع الله الذي اتقن كل شيء. فقلب حي يقظان يستقبل اي رساله، وقلب مريض حيران عاوز الجسم، جسمه لما يكون عيان مش بياكل اي حاجه، قلب مريض مش اي رساله تيجي من ربنا يفهمها، ومش اي حاجه في الدين يقبلها، لان غذاء القلب الدين وغذاء الجسد الاكل. انا عيان مش قادر اكل اي حاجه، فهو عشان قلبه مريض مش قابل الدين، مش قابل الحجاب، مش قابل ينزل يصلي في المسجد، مش قابل يسمع الكلام، مش قابل يوزع الميراث بالعدل، مش قابل مش قابل مش قابل. قلب مريض حيران، علاجه الذكر وبس، وقلب ميت جماد، حيا يقظانا، مريضا حيرانا، ميتا جمادا. الميت ده مش عايز ربنا. وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، مش عايز ربنا. حل الذكر: اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها، يحيي الأرض بعد موتها بالمية، ويحيي القلوب بعد موتها بالذكر. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، دي الآية. فيلا يلا ناخد مع على بعض العهد، الكنز المفقود رؤية الله في كل شيء وقبل كل شيء وبعد كل شيء، مش هتيجي إلا بالذكر الكتير. الغافل ده يا جماعة، شوف ربنا عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. فليها معنى فقهي أن ما ينفعش السكران يصلي، وليها معنى جميل قوي في التفسير. قال لك لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى بحب الدنيا. ما هو السكر؟ قال لك ذهاب العقل. الله طبعا ده مش نهي أن اللي بيفكر في الدنيا ما يصليش، ده نهي تنزيه زي ما بيقولوا في الحتة دي، لكنه في الفقه حاجة تانية. لازم ما تصليش وانت سكران، لكن في معنى جميل قوي: لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى بحب الدنيا، لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. حرام عليك، واقف بين ايدين ربنا وانا بكلم نفسي الأول، سكران، عقلي تايه في الدنيا، جزمة والشنطة والحزام وكاوتش العربية والكالكليتر اللي بحسب عليه والتمثيلية حاجة يعني الواحد يبقى بيفكر في حاجة ممكن في حاجة تغضب ربنا من جوه كمان، هو بين إذن ربنا عز وجل. خسارة يا جماعة، خسارة واحد يسكر بحب الدنيا فيبقى غافل. عشان كده كرم من ربنا وتعالى إن يقول: من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، يا من تكريم يا رب. أقول لك حاجة حلوة، هو حب يذكرك فخلاك تذكره. تفكر أن حضرتك دلوقتي وانت بتسمعنا كده، وحضرتك وانت بتذكر ربنا، انت فاكر أن انت اللي بدأت؟ والله هو اللي بدأ، هو الأول والآخر، هو خلاك تذكره عشان هو أصلا عايز يذكرك. فبدأ بأنه سمح لك تذكره، فقلنا بسم الله، قلنا الحمد لله، قعدنا نتكلم في الدين أهو، فلما ذكرنا فهو خلانا نذكره فكان الأول، فذكرنا ثم ذكرنا فكان الآخر سبحانه وتعالى. فعشان تبقى عارف بس اللي بيذكر ربنا ده أصلا إنسان مراد. يعني مراد؟ يعني ربنا عايزه يقربه. ليس الشأن أن تكون مريدا، أنا اللي عايز ربنا، لا مش أعلى حاجة دي، عارف الأعلى، ولكن الشأن أن تكون مرادا، هو اللي عايزك فخلاك تذكره، وخلانا نقعد مع بعض نتكلم عليه سبحانه وتعالى. فلما خلانا نذكره ذكرنا فذكرنا. من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، حب يشغلك بيه. أنت غالي على فكرة قوي، غالي، ولولا أنك غالي ما كانش شغلك بالخالق، كان شغلك بالمخلوقات، خليك مع الناس. لكن اللي ربنا يخليه معاه ده بيرقيه، اقعد مع الملك
مش تقعد مع الرعية، تقعد مع الملك. تخيل الحاشية قد ايه، حاجة عظيمة عند الملك وحاجة عظيمة عند الناس. ولله المثل الأعلى، أهل الله هم أهل القرآن وخاصته، هم أهل القرآن، هم أهل الله وخاصته. شوف قد إيه اللي بيذكر ربنا وبيقرأ قرآن سماهم النبي كما في سنن النسائي أهل الله. أعيش وقد ختمت على فؤادي بحبك أن يكون به سواك، فلو استطعت وأغلقت عيني فلا أبصر بها حتى أراك. أحبك لا ببعضي بل بكلي، وإن لم يبقي لي حبك لي حراك. بحبك حتى لو بحبك مش قادر أتحرك من الحب، من الذكر، من الخشوع. عايز أغمض عيني كده فما أشوفش بقلبي إلا ربنا في كل حاجة حواليا سبحانه وتعالى، عشان أفضل كده، لأن أنا محروم من رؤيته في الدنيا، هنشوفه في الآخرة سبحانه وتعالى جل في علاه. بس خد بالك، ربنا سبحانه وتعالى قال إن عايزين تشوفوني كل ما عليكم تقع على حاجة اذكروني كتير. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، العقول والقلوب المصحصحة، الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا. يا جماعة السماء والأرض ده يا جماعة ربنا خالق، إيه اللي فكرهم بربنا؟ ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك. عرفوا ان ربنا التسبيح ده يا جماعة تعظيم لربنا، عظموا ربنا لما شافوا السماء والأرض. إيه اللي خلاهم لما عليهم طوق على السماء يفتكروا ربنا، يشوفوا عظمة ربنا بقلوبهم؟ عينيهم شافت لون أزرق ما نعرفش كده ايه دي، اسمها السماء والأرض، ما احنا كل يوم بنشوفها. بس هم عشان بيذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. لنا طلب، احنا غلابة ما نقدرش على النار، هنبعد عنك لو دخلنا النار، خلينا جنبك في الجنة عشان نشوفك يا رب في الجنة. تستغربش ان اللي يذكر ربنا في السوق ياخد مليون حسنة. من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. الدعاء في أي كتب من كتب الأذكار، دعاء السوق يأخذ مليون حسنة، ألف ألف حسنة، ويغفر له ألف ألف خطيئة. إيه ده؟ أيوة، ما هو دخل مكان ما حدش فاكر ربنا، كله عايز يأكل ويشرب ويشتري، وده داخل، أنا داخل أشتري حاجات أغذي بها العبد ده عشان لما العبد يتغذى يشتغل في سبيل الله سبحانه وتعالى جل في علاه. قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: مثل الذي يذكر الله والذي لا يذكر الله كمثل الحي والميت. كنز المفقود ميت اللي ما بيذكرش ربنا، وحي قلبه حي اللي بيذكر الحي، بيستمد حياته ياه على الميت ده، حياته بالذكر كمثل الحي والميت. يا رسول الله إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، الإسلام في حاجات كتير، نفسي كده أعمل حاجة تثبتني على الإسلام، فقل لي شيئا أتشبث به. قال: لا يزال لسانك يا رحيم يا رسول الله، ما قالش قلبك، لا يزال لسانك رطبا بذكر الله. الحديث ده العلماء أخدوا قالوا اوعى تبطل ذكر بلسانك. قلبي مش مستحضر بقول استغفر الله ومش فاكر ربنا، خليك بلسانك، لأن القلب بيستحضر بعد شوية. اقعد اذكر 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 بلسانك، قلبك هيجي بعد شوية، لأن الذكر باللسان بيشغل اللسان عن الغيبة والنميمة والكذب. فاقعد سبح، صلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ولا إله إلا الله، استغفر الله العظيم، والحمد لله الوحدة تملأ الميزان، الصلاة على النبي الوحدة صلى الله عليه وسلم، اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد. طب أقول لك حاجة في الصلاة على النبي، عباداتك كنت سبب في إسلام 100,000 واحد، كنت سبب في اسلام 100، مش انا طبعا، يا رب اهدينا، سبب في اسلام 100,000 واحد، وبعدين فتحت القدس، وبعدين مش عارف عملت ايه، عملت وعملت ده في ميزانك، وبعدين بعدها كده صلاه من الله عليك، ادي اعمال المخلوق، الله صلى علينا. قال صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاه صلى الله عليه بها 10. وصلاه ربنا رحمه ورفع لشانه، صلاه ربنا بقى. يبقى أفعالنا كلها ولا صلاة واحدة من ربنا علينا؟ نصلي على النبي، اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد وآله، ربنا يصلي علينا 10 مرات. طب تيجي نصلي على النبي 100 مرة الصبح و100 مرة بالليل، 5 دقايق الصبح و5 دقايق بالليل، ربنا يصلي علينا 2,000 مرة في اليوم.
شوف الواحد قد ايه في ميزان الحسنات. من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. يا رب اجعلنا من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. هي دي يا جماعة، هو ده الطريق للكنز المفقود. ناقصتنا لسه 3 حلقات في البرنامج. كل مرة ناخد كنز، بس أنا حبيت قبل ما نخلص أقول لكم أرجوكم، آدي الطريق للكنز المفقود كثرة الذكر، ولم يبقى إلا الصلاة والسلام على خير الذاكرين، والحمد لله رب.